الكتلة الإسلامية تعتصم هنا منذ تقريبا أسبوع. اعتصامهم يطالب بعدم الاعتقال السياسي من الأجهزة الأمنية. لحد هذه اللحظة موجود في داخل سجون السلطة 4 من قيادات الكتلة الإسلامية، ونحن كمجلس طلبة وكشبيبة طلابية وكحركات طلابية رفضنا الاعتقال السياسي قبل أن يرفضوه الكتلة الإسلامية. رفضنا الاعتقال السياسي ورفضنا الكذب على الطلاب بالاعتقال السياسي. حتى لو أنا رئيس المجلس قمت بأي خلل يشكل خلل على أمن الدولة، أنا من حق السلطة أنها تيجي تحبسني. إحنا يعني الكتل الطلابية ومجلس طلبة ذهبنا إلى المخابرات العامة وهم محتجزون عند المخابرات العامة، قرأنا بالتفصيل قضيتهم. قضيتهم لا تمت للسياسة بصلة، قضيتهم كانت قضية أمنية ولا زالت قضية أمنية، وسيذهبون إلى جلسة محكمة قريبا. عموما أغلب وهي يعني صبغة أمنية هو كل الاعتقال السياسي في البلد، بس الإشكالية اللي صارت بينك اليوم ليش؟ الإشكالية هي كالتالي: كمجلس طلبة وكحركات طلابية اتفقنا قبل القيام بأي إجراء تصعيدي وقبل القيام بأي خطوة تصعيدية من اعتصام أو ما شابه، القيام بالإجراء يدا واحدة متناسين كل ما وجد من ضغوطات خارجية وداخلية واعتصامات وكل ما شابه، لأن مصلحة الطالب العامة في جامعة بير زيت تهمنا جميعا كممثلين عن الطلبة. لكن كما نشاهد قبل لحظات في الاعتصام رفض الكتلة الإسلامية من فض اعتصامها، وقد تحول الاعتصام من اعتصام للأزمة المالية لإنهاء الأزمة المالية إلى اعتصام لإنهاء ما يتغنون به الاعتقال السياسي. الآن أقف مع الكتلة الإسلامية ومشاركتها في الاعتصام، لكن ضد الاعتقال السياسي وليس ضد الاعتقال الأمني. وجود هذا الاعتصام وصدى الإعلام الذي وصل له ورفضنا الاعتقال السياسي لم يرك الأبناء الشباب الطلابية، فكانوا في أكثر من مرة يحاولون أن يعطلوا على هذا الاعتصام ويفضوه بأي طريقة ممكنة. كان اليوم كان هناك تجمع أمام مجلس الطلبة من دعا له الحركة الطلابية مجتمعة بكافة أطيافها ومجلس الطلبة لبحث موضوع الأزمة المالية في الجامعة. تفاجأنا بأن هناك بعض التفاصيل الصغيرة يتحدث عنها أبناء حركة الشباب الطلابية لا ترقى لمستوى التفكير ولا ترقى لمستوى أن يكون هناك خلاف بين الكتل على هذه الجزئيات. تعنت أبناء حركة الشباب الطلابية وموقفهم تجاه هذه التفاصيل دفعهم إلى أن يكونوا أكثر تصعيدا وأكثر تهجما على أبناء الكتلة الإسلامية، مما دفعهم بالتلفظ بألفاظ نابية وشتائم بحق أبناء الكتلة الإسلامية. وقام أحد كوادر حركة الشباب الطلابية بالاعتداء على أحد أبناء الكتلة الإسلامية بأداة حادة. الموضوع استفز أبناء الكتلة الإسلامية، مما اضطرنا للدفاع عن أنفسنا.